طلعوها احلى هدول قال هي عشان نحط فيها الليمون. حكي فاضي، عمري ما جبتها والله، عارف اذا عمر حدا فيكو امن فيها. بفرجيك هدول لفت انتباهي. قال هدول كاسات الخبيز، يعني بتخبزي فيهم الاشي الكيك او اشي عشان يعني منظر حلو. قالوا هدول كمان حبيت شكلهم انا، هدول احلى اشي حبيت تبعدون الطريق لو سمحت انت. طلع محلاهم ودي ورد بجنن شكلهم بالخبيز. قال هدول حبش افتحهم اشوف شكلهم. هدول كمان اختي بعرفش رجلي بيجيبوني على محلات المطبخ هيك لانه بشتري في الصحون واغراض. شايف هاي نفسي اجربها، الكل بقول عنها كويسة. عمركم جربتوها تقطع آلي خضرة وهيك؟ ما عمري ما جربتها، هي راح تكسرك الدنيا. وقال عنها كويسة يعني. حدا عمره جربها قولولنا. نشوف شو بنجيب اليوم. هون شغلات كيف ترتبوا للخزين، تلاجة وهيك اشياء. بس اليوم انا مش هون جاي، اليوم جاي بس عشان شغلات رمضان. بربش هون الدنيا ضايل، مش عارفة شو ضايل بدي. هيك هلا خلاص جبت، بس بدي الف لي لفة، بعرفش اجي واطلع. دام احلى المخدات اشكال الوان عشان هلا الربيع، كل واحد بغير الوان مخدات. طلع كل هيك احلاهم. شو للربيع حطيتوا الوان انتو؟ طلع هالاصفر محلى. مش عارفة بدي زي هاي ولا لا. شغلات الحمام يا هاي حلوة، حمص بطيئة مش حلوة، تقيلة كثير. طلع هاي حبيتها، تحطيها مثلا عمراتك او اي اشي تعلقي عليها هون اشي. قديش حقها؟ 16 دولار. حبيت شكلها، تطلع عشانها رفين حلو صح؟ طلع زيها واحدة اسود هي، شوفها تعلقي عليها هون السنسيل كمان. طبعا من هون مراي شايفين، حبيتها مش عارفة اخدها ولا لا، مش عارفة. الطول زينة، شو رأيكم اخدها ولا ما اخدهاش؟ طلع محلى هالازرق اللون، هون ابيض بشرح القلب. شغلات اللون والله حلو. شغلات اللحف الأبيض، أنا بحب الأبيض كمان. تحير أبيض ولا أزرق؟ هناك ملان شغلات كمان. عندنا قسم هذا الرسومات واللوحات الفنية بصشة. ميد واو مد واو، يلا تفرجوا هيكم فرجة هيك لفة معي بدل ما بزهق لحالي. احلى هاي للبنات، انتي نشوف هذا السلم اول ما طلع موديلهم، كنت كتير حابة اجيب زيهم احط عليه هيك، بس عمري اشتبت. كان حلوة هاي المرة، بس عندي انا مر كتير اذا بجيب. والله لا عندي محل احطها بصراحة، بشبعش انا مري. هنا هاي برضو هون لوحات طاووس، ايها احلاها. شوف هذيك شكلها غريب،
خلينا الإبساس، كل ما بنيت لها الإبساس الكلاب ولا تقولوا جيبيلهم جيبيلهم هاي عشان يتشبطوا عليها، شغلات أكل وتسالي وبصر شو. وهوني الألعاب، هم هاي قسم الألعاب تبع الإبساس. بس راح أشتري طبعا، لا والله ما بدخل بلاش أضعف أشوف إشي حلو. بدي أشوف طلع واعي الإبساس، هاي قسم لأواعيهم بجمات عندهم. طلع فرجيكو، بس مش راح أشتري أكيد، خفوش. طلع طلع يا باي، هاي لكلب كبير لإنها، هاي لوز صغار يا باي محلاهم. طلع بصغرها محلاه يا اختي اختي اختي، طلع هاي محلاه. طلع شو لفت انتباهي وانا ماشيه، طلع هاي. وانا صغيره اشتغلت هذا الشغل، يعني كنت اعرف امسجه. هو بس كنا نحكي له شغل بالخش اظن، بس هذا عاملينها بخيطان، غريبه صح، اول مره بشوفها بخيطان. احنا كنا نعمل بنوع من انواع القش غير بالشيكه، بس هيك تقريبا يعني. حبيت شكلها كيف عن جد، انه نايس. شوف شو في اشي ممكن ناخذه هوني. Early shopping starting at 8:30 a.m. An example to win gift cards. And the fawnies and them fawnies. والله سعرهم منطقي بصراحة، حبيت شكلهم تنحنهم صح؟ عن جد حلوين الفوق هدولي، أحلى من هدول. شايفين مناظرهم كيف؟ طلعوا، لقيت زي الهلال عاملينه ألبس بوجه، استغفر الله، مينفعش ناخذك هذا هلال مطحن يعني. بس مش عارفة مش رح نلاقي شكلنا كمان أشياء من رمضان، كفي أصل الجامعة أصلا. شو رأيكم تكفي؟ رح ندفع ونروح خلاص. هي آخر محطة، الأصفر شكله لون السنة يا جماعة، كتير شفت أشياء فيها أصفر، شكله الأصفر هو لون هذه السنة صح. ربنا هو مش كل سنة بحط لون، لون كتير من الشر في شكله الأصفر السنة هاي. يلا ندفع خلص ونروح، يلا كفي يا جماعة، كل ما طولنا كل ما أشياء كتير عجبتنا خلص. هي هاي ليمونة طبعا الصناعية تاعك عشان جد، والله هاي حلوة. اوعك تحكوا لي ليش مش حلوة، طلع حلوة طلعوا حلو صح، جنن. شو بدي احطها؟ تيجي عند المدخل صح؟ اهلا. انا الضفدع بتامل هذا صار شو، هذا بصر شو، هذا بصر عاملين يوغا، هذا بعمل في يوغا قاعد. هذا زي تبع الطاجن المغربي صح؟ أعتقد هيك. يلا امشوا خلاص كفينا. والله بحب الكاسات، أنا عندي إدمان على الكاسات. في واحدة حلوة؟ ما فيش، الحمد لله فيش واحدة حلوة. هي هذول بنقطع فيهم بسكوت، حلو شكلهم. أنا هاي أسد لا أرى لا أسمع لا أتكلم، هاي لا أرى لا أسمع ولا أتكلم. أخذ أسد عندي حط لهم للأولاد، لا أرى عشان أم محمود اللي دائما زيد بحكي لها الأخبار. هاي لا أرى لا أسمع، وين أبو لا أتكلم، هاي لا أتكلم، استنى هياته هي. وهو أسد شايفين جماعة، هاي أسد لا أرى لا أسمع، هيا لا أتكلم، هيدار وجهه هيك
احفظه. هاي في قرد كمان، لا أرى لا أسمع لا أتكلم، أفرجكم القرد، هاي قرد. لا أس هذا لا أتكلم لا أسمع أشوفك ولا أرى حياته. خلاص خلاص كفي الشوكولاتة، ما الشوكولاتة هون بدنا الشوكولاتة، عمي الرجيم إحنا جاهزين، يلا ندفع وخليكم استنوا نكست. خلصنا، كنت بهذا المحل اسمه هوم جود، بحبه كتير، وهلأ على الدار عشان أرتب اللي جبته، وبشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. وهيك كملنا مشتريات لرمضان، كل سنة وانتم سالمين إن شاء الله. رح ننزل فيديو كامل بإذن الله تعالى، طبعا الفيديو كامل في الديكور وكل إشي. واجعلوا رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله رمضان مبارك. بطلع هيك بطلع على الإشارة الضوئية، خوف تفتح وأنا واقفة السيارة ورا يصير يزمرولي. استنوا الفيديو اللي وراه، بنحبكم كثير كثير من عيلتي لعيلتكم، ورمضان مبارك حبايبي.